عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بمليون خير، والله يدوم الافراح ديالكم والمسرات وينعم عليكم بالسعاده والهناء ورضا الوالدين. ان شاء الله تكونوا عيدتم مزيان مع العائلات ديالكم، وخا الظروف ديال الحجر الصحي واللي كنمروا بها صعيبه شويه مع هذا الوباء، كل شيء غادي يدوز، خاص غير مزيد من الصبر. الناس المرضيين كي دوزتوا العيد خديتوا شي جرعه ديال الرضا من بواتكم وامهاتكم؟ ما في ذلك شك، اللي مرضي يبقى مرضي، ما عمرو يخيب الظن ديال الناس وديال والديه فيه. ورضا الخوت هو الكاش ديال الحياه، الا رضاو عليك والديك ما عمرك تخيب، والا سخطوا العياذ بالله واخا تعياد تمر بحال الا كتحلف شي سطل مثقوب، الحليب ما كيتجمع والتمره ديالك ما عمرها تسنى. مسخوط اللي خسر الخاطر باه او امه ما عمرو يطفروا، وكذلك الشقف والشقفه الا خسروا خاطر امه وبكاوها ما عمرهم يشوفوا الرحمه لا من الله ولا من العبد. الشقوفه كيتهرسوا والمعدن الاصيل ما عمرو يتهرس. المعدن الاصيل يقدر يدبال ولكن ما عمرو يتهرس ولا النور يغيب. العياذ بالله من مسخط الوالدين بحال هذا اللي غادي نهضروا عليه في هذا الفيديو. النهار اللي كان خصو يفرح بهم ويفرح لفرحهم دار اللي ما خصو يدار. وليله العيد اخواتي كالعائله ودفن حق باه في الحياه، وهو اقدس حق الانسان، والله ياخذ الحق فيه وفي كل المساخيط. لطفك يا رب ما بقى ما يتعجب. مسخوط الوالدين مشى يعيد عند جدرميه في لابريكاد، عقبه لكل المساخط اللي كيتعداو على والديهم، ماشي غير كيخسروا ليهم الخاطر او يردوا عليهم الهضره، حتى دوك اللي كيتكرفصوا عليهم بالضرب، وكاين اللي كيقتلهم بحال هذا اللي غادي نهضروا عليه. القصه وقعت البارح السبت في العشيه في ليله العيد، وبالضبط في منطقه كتسمى قصبه بن مشيش في ولاد زيان، وهي تابعه لاقليم الرشيد. برشيد اللي كيقولوا عليها سطات سطي وبرشيد يداوي. شي واحد في الثلاثينات من عمره ارتكب جريمه قتل باش يعاف حق باه في الستينات من عمره، ما رحمه ولا رحم راسه. في ديك القصبه ديال دوار ولاد الصغير بدا النقاش عادي بين الاب وولده، ومن حق الاب يعاتب ولده الى خطا، حتى لو هز عليه يدو هذاك باه خصو يعتذر منه وما يخسر ليه خطر، سعى هذا فناه وصفها ليه، ويا ريت لو كان غير زعف عليه. الموت هذه الخوت والله يلطف بينا. سوء التفاهم بين الاب وولده وقع ليله العيد، وتصور المشدد كلاميه في دارهم في ديك الدوار، والولد ما كانش من المعكازين، هادشي مفتاح ميكانيكي حديدي يعني الساروت كما كنقولوا، وضرب باه جاتو مسكين في الراس، طاح قدام عينيه كيتمرغ في دمه، خلاه وهرب. حتى لين غادي تهرب؟ والسهل اللي درتي شحال ما هربت غادي تحصل، والعقاب غادي يكون كبير، ماشي غير ديال القانون والعداله، حتى ديال الله، حتى حد ما غادي يشفع فيك يوم القيامه. واللي دار الدم والدم كبير هذا اللي ارتكبتي يستاهل العقاب، والعقاب القاسي هو اللي يمكن يحقق الردع. مسكين الاب ستيني داوه للمستشفى الاقليمي ديال برشيد، داوه باش يتعالج، لكن الحاله ديالو كانت صعيبه، وهذا الشيء علاش هزوه للمستشفى الجامعي في كازا، وتماك مات مسكين بعد مده قصيره من اللي وصل ليه هادشي، قبل ما تنقل الجثة ديالو للمستودع الأموات باش تشرح بينا على الأوامر القضائية. الجدرمية ديال المركز الترابي في الدروة تنقلوا لدوار ولاد الصغير في القصبة ديال بن مشيش، وتمكنوا باش يشدوا المتهم اللي هرب من مسرح الجريمة، وحجزوا كذلك أداة الجريمة وهي الساروت اللي استعملوا باش يصفي به، ودابا راه في الضيافة ديالهم كيحقوا معاه وغادي يقدموه للوكيل العام. يوم الاثنين ثاني عيد هو الموعد اللي محدد باش يقدم المتهم للوكيل العام وباش يديروا له الايداع في السجن قبل ما تبدا المحاكمه ديالو، وهذه هي العاقبه ديال مسخط الوالدين اللي ما راعوا والو. بحال هادو اللي كيقتلوا بواتهم ومواتهم ببرودة الدم خصهم عقاب اشد باش يكونوا عبره للاشخاص الاخرين اللي ما كيحترموش والديهم. والله يهدي ما خلق، والله يلطب بينا حتى يدينا، والى مناسبه قادمه وفيديو اخر. دمتم اوفياء للقناه.